أهلا بكم. يتظاهر حاليا آلاف التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة تونس للمطالبة باستقالة رئيس زين العابدين بن علي فورا، قد أتى خطابه الذي أعلن فيه اعتزامه إجراء إصلاحات واسعة. في هذه الأثناء يتوافد من أنحاء العاصمة عدد كبير للالتحاق بالمظاهرة، كما تجري حاليا مظاهرة كبيرة في صفاقس ثاني مدن الجمهورية. من جهة أخرى، نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان أن مدنيين قتلا برصاص الشرطة الليلة الماضية في مدينة القيروان، وأن اشتباكات ليلية دارت في ضاحية الكرم في شمال العاصمة التونسية أسفرت عن سقوط 4 قتلى. وقد بثت قناة تونس 7 الرسمية صور مسيرات جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة تونس ابتهاجا بما ورد من قرارات في خطاب الرئيس زين العابدين بن علي. في هذه الأثناء صرح وزير الخارجية التونسي كمال مرجان لإذاعة أوروبا 1 الفرنسية بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلاده أمر ممكن تماما وحتى طبيعي. أعلن أمين الاتصال السياسي في حزب المؤتمر الوطني شريك الحكم في السودان إبراهيم غندور أن عملية التصويت تجري بشكل نزيه، وأكد لوكالة رويترز أن حزبه سيحترم نتائج الاستفتاء. قالت السلطات البرازيلية إن عدد الذين لقوا حتفهم بالانهيارات الأرضية في منطقة سيرانا الجبلية تجاوز 500، ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين. إلى اللقاء.